هيدي عجينة الفطاير اللي انا عم بعملها، كيلو طحين ابيض، حطيت عليه 3 معالق حليب بودرة، حطيت نص كوب زيت نباتي، وهيدي خميرة انا دوبت معلقة طعام خميرة، حطيت عليها شوية مي دافية مع رشة سكر لحتى اللي اختمرت معنا، وهلأ رح ضيفها على الطحين، وهلأ رح بلش حط المي على العجينة وشغلها. هلأ العجينة التمت على بعضها، بنحط الملح عشان الملح دايما اذا ضفناه من البداية بخرب مفعول الخميرة. هلأ هيك قوام العجينة بتلزق بالإيد وطرية كتير ممتاز. بحط طحين على إيدي وبشيلها من الجاط وبحطها بجاط حطيتها بجاط مدهون طحين، وبغطيها بفوطة مبلولة مي سخنة، وبتركها تخمر تقريبا أول شي نص ساعة قبل ما أبدأ أكورها وجهزها، لأنه أنا أعملها أحشيها بالحشوات اللي أنا جهزتها، وبعد الحشي كمان منريحها نص ساعة وبعدين منخبزهم. عم جهز هلأ حشوة السبانخ. أنا هون قطعت سبانخ طازة فريش وفرمت بصل. بالنسبة للبصل حطيت عليه نص معلقة طعام ملح، وهلأ رح صير أعصرهم بهيدي الطريقة لنزل مية البصل ما تكون بالسبانخ، هيك ما بطلع مي كتير وبتصير الحشوة كتير فيها سوائل وبيستوي أسرع. وهيدي المي اللي تبقت من البصل، بالنسبة لكمية البصل بتعتمد لذوقكم حسب كمية السبانخ عنا. حطيت جوز، وهيدا اختياري، أنا بحب طعم الجوز مع فطاير السبانخ، وبحب كمان ضيف للسبانخ رمان، تختار الرمان يكون حامض حلو. بالنسبة للرمان كمان اختياري، وحطيت معلقتين طعام سماء، رح ضيف ملح بس ما بكتر، لازم دوقن بعد ما اخلطن لانه البصل كان عليه ملح. حطيت عصير حبتين ليمون، وحطيت زيت زيتون، ورح حط رشة فلفل اسود، انا ما بحب ضيف حر عليهم، انا بس ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، وهلأ رح اخلطهم سوا. بالنسبة للجوز وللرمان هيدول اضافتهم اختياري، انا هيك بحب طعمتهم. في ناس بتحط حار مجروش او حار اخضر، انا ما بحب تكون حرة لانه عشان الاطفال يقدروا ياكلوا منها، وهيدا اختياري اضافة الحر. هلأ لما انا خلطتهم ودقتهم لقيت انه بدهم ملح، عشان هيك ما منزود ملح من البداية ابدا. واضافة دبس الرمان كمان اختياري، انا بحب ضيف دبس الرمان لانه انا اشتغلته بيعطيهم حموضة، ما حيعطيهم زي عصير الليمون كمية سوائل كثيرة، فاضافة دبس الرمان كمان اختياري. بدكم تزودوا عصير ليمون بتزودوا، بدكم تحطوا دبس رمان بتحطوا. وهلأ بدعكم وتأكدت من حامضهم ومن زيتهم ومن ملحهم، صاروا كتير مناسبين، وصارت هيك حشوة السبانخ عندي جاهزة. بالنسبة للبندورة لحشوة فطاير اللحمة، أنا دايما بشيل القلب منها، قلب البندورة بخلي الحشوة كتير تكون سائل ورطبة، بتخلي العجين يصير رطب من تحت لما نجي نحط أرض السفيحة، بتصير كتير طرية ورطبة، ما بتخليها تطلع مقرمشة وطيبة ومحمرة كويس. وهيدا القلب أنا أبدا ما برميه، هيدا بحطه أنا بكيس بالفريزر وبستخدمه لأي طبخة، فدايما شيلوا قلب البندورة وفرموهن بدون القلب عشان تحصلوا على حشوة سفيحة ما تكون طرية وما تكون فيها كتير سوائل، وما تكون اللحمة بس نحصل على طعم اللحمة والدهن اللي باللحمة. مية البندورة بتخلي الحشوة عنا كتير سائل ورطبة. هلأ البصل تركته أنا 10 دقايق، رح أبدأ هلأ أعصره هون وحطه بالجاط بهيدي الطريقة. هيدول اللي بيوقعوا نرجع منشيلهم بهيدي الطريقة، خلص البصل هيك ما رح يطلع ميته أبدا. جربوا انكم تحطوا ملح على البصل، شوفوا المي اللي عم تنزل. هلأ هيدول برجع بعصرهم، شوفوا المي اللي عم تنزل، هيدي لو طلعت جوا اللحمة بتعطي رطوبة كتير، بتعطي بتخلي العجين كتير طري، في كتير عجينتهم تتفتت من مية البصل ومن مية البندورة. هلأ رح كمل عصيرهم بهيدي الطريقة، وهيك رح كمل كل طريقة البصل. وهيدي كمية المي يلي نزلت من البصل بهيدي الطريقة، كتير كويس انه نشيل المي من البصل. هلأ انا عم جهز حشوة السفيحة، انا استخدمت لحم خروف مدهن، نفرمه خشن تفرموه ناعم مثل ما بتكون، هاي أذواق، احنا بنحبها تكون الفرمة خشنة ويكون مدهن عشان يعطي طعم للسفيحة. وهيدا البصل، وهي البندورة اللي شلت القلب وفرمتها، حطيت عليهم معلقتين طعام معجون بندورة بتعطي لون وطعم كتير طيب. رح حط
نص معلقة صغيرة ملح وما بكتر، لازم ندوق الحشوة لأنه البصل عليه ملح، فما منكتر ملح ننتبه لهيدي الملاحظة. وهيدي معلقة طعام ونص تقريبا أو معلقة طعام وربع من دبس الفليفلة اللي أنا اشتغلته ونزلت طريقته، في منه كمان متوفر بكل الجمعيات بماركة سيرة التركية. حطيت ربع معلقة طعام كمون ونص معلقة طعام فلفل أسود، ربع معلقة صغيرة قرفة، حطيت معلقة طعام سماق، معلقة طعام نعناع يابسة، معلقة طعام سمنة، حطيت عليهم معلقة طعام دبس رمان وشوي بابريكا من اللي أنا عملتها هلأ بدعكم. هلأ أنا العجينة تركتها تخمر معي نص ساعة، بعد نص ساعة كورتهم بهيدي الطريقة. وهلأ لما بدي أبدأ رق العجينة، أنا مستخدمة هيدا النوع من الانخالة موجود هون، خلطته مع شوي طحين أبيض وعم بفرد العجينة فيه. هيدي طريقة سفيحة والدتي الله يرحمها، كانت دايما تجيب معها الانخالة من لبنان، أنا بشتريها من الكويت، كل المخابز بتبيع منها وسعرها جدا رخيص. بس إذا جربتوا إنكم أنتوا ترقوا المعجنات العجينة مع الانخالة وشوية طحين، راح تلاقوا ريحة للعجينة وطعم للفطاير مختلف كتير وكتير طيب، وريحة جدا مميزة إذا جربتوا الانخالة عن أي فطاير عادية. أنا حبيت شارككم بهيدي الطريقة، نحنا من زمان متعودين عليها، من رق العجين بالانخالة إلى طعم مع السبانخ أو مع اللحم جدا مميز وطيبة. هيدي العجينة بعد ما رقيتها، بالنسبة للانخالة يلي ما بدها تضيفها لا تضيفها، بس أنا متعودة على هيدي الطريقة، كنت من أول حابة شارككم فيها، بس قلت يمكن مش الكل يتقبل فكرة الانخالة، ولكن إذا بتجربوا طعمتها وريحتها للفطاير ما بتوقفوها من استخدامكم أبدا. بالنسبة للسبانخ أنا حطيتهم بمصفاية وتحت جار عشان الصلصة ما تكون جوا المعجنات. أنا كتير عاملة قبل هيك طريقة فطاير السبانخ، هلأ بس رح سكر واحدة قدامكم. لما نفرد الحشوة بنبعدها عن الأطراف عشان تسكر معنا، ما إذا إجت السبانخ على العجينة وأطرافها بتصير تزحط ما بتسكر بهيدي الطريقة. ومجهزة صواني فيها ورق زبدة، أنا بحب حط الفطيرة هيك عشان تضلها ماخد الشكل ومسكرة، وبدهنها زيت قبل ما أخبزها بالفرن. بالنسبة لسفيحة اللحمة كمان رقيتها بالنخالة بهيدي الطريقة، شوية نخالة وطحين. هلأ طريقة التسكير، أنا طريقة والدتي الله يرحمها وأغلب أمهات عنا بالجنوب بلبنان بيعملوا هيدي الطريقة، إذا رحتوا عنا بالجنوب بلبنان بتشوفوا السفيحة بيقدموها بهيدي الطريقة، بتكون هيك مسكرة. هيدا الطرف الزيادة فينا نشيله نعملها هيك، أغلبية الأمهات بيعملوا السفيحة بهيدي الطريقة. هيك هن بتخلي اللحمة على البخار جوا العجينة يستوي بطريقة كتير مميزة. فأنا لما بعمل السفيحة، سفيحة والدتي من إلا سفيحة أمي الله يرحمها، بحب إني أعملها على طريقتها بالضبط بهيدي الطريقة. هلأ هيدا لما نحطها بالفرن ما حيضل، جربوا إضافة الانخالة بكل أمانة بتعطي ريحة وطعم مميز كتير للسفيحة. هلأ أنا مجهزة صواني ورح كمل بهيدي الطريقة، وفي ناس هلأ رح أعمل الشكل التاني. بالنسبة للانخالة أنا مين ما أكلها عندي بهيدي الطريقة بيسألني شو السر بطعمة العجينة. وهلأ بنقلبها كمان بصينية أنا دهنيتها هون زيت نباتي عشان ما يفتح وقت الخبز. جربوا إذا بدكم طعمة البيتزا المميز، جربوا إنكم تحطوا العجينة بهيدي الطريقة بالانخالة وشوفوا كيف تحصلوا على طعمة بيتزا غير شكل. إذا بدكم هاي اللحمة بعجين بهيدي الطريقة، بنحط قطعة هيك وبنصير نجيب فوقها بهيدي الطريقة. وهيك صار عنا اللحمة بعجين. بعد ما احشيهم خليهم يرتاحوا شي ربع ساعة وبلش اخبزهم بالفرن. وهيدي حبة تانية للحمة بعجين للمفتوحة من اللي بتكون هيك مدورة، نحط قطعة هون نكبس بأصبعنا وقطعة فوقها وقطعة فوقها ومنضغط عشان ما تفتح بالخبز. كتير سهلة ما بدها كتير شغل.
بهيدي الطريقة بتصير قطعة فوق التانية. فيكن قبل الخبز انا بحب رشي عليهم زيت زيتون وزيت نباتي، وراح احطهم بالصواني. وطريقة المسكرة كتير سهلة، وجربوها اذا عندكن اطفال. لما تعطوهن ياهن هيك ما بينزل من الحشبة، غير لما تعطوهن فكرة اللحم بعجين. وهيدي السفيحة على طريقة عنا امهاتنا بالضيع، شوفوا كيف بتكون مميزة مثل فكرة الساندويش بس جواتها محشية. وهيدي كمان حبة يلي ما بدنا نخالي ما تضيف، بس هلأ رح حطهم بالصواني. هيدي فطاير السبانخ بعد ما تركتها، بعد ما حشيتها نص ساعة. في سبراي بيكون من زيت الزيتون، بدكم تدهنوهم زيت زيتون، زيت نباتي، زبدة، مثل ما بدكم. انا بحب اخلط زيت نباتي وبرشي عليهم زيت زيتون. الفرن بده يكون حامي على درجة حرارة 200 درجة، مشعل من فوق ومن تحت. هيدي سفيحة اللحمة تركتها بعد ما حشيتها نص ساعة، ورشيت عليها سبراي زيت زيتون، بدكم تدهنون زيت زيتون، زيت نباتي ما بيأثر. فرن مشعل قبل 10 دقائق من فوق ومن تحت، درجة حرارة 200 درجة، ياخدوا معاكم 8 دقائق 10 دقائق بالفرن. وهيدي فطاير اللحمة ما شاء الله بعد ما طلعناها من الفرن، شوفوا ما احلى. حتى فكرة النخالة عطتها ريحة وعطتها طعم. اذا بتجربوها مع عجينة البيتزا تحطوا النخالة، شوفوا كيف بتحصلوا على طعم بيتزا للعجينة، جدا مميز. كمان انا بحطهم بحافظات لتخلص كل الكمية عندي. وهيدي فطاير السبانخ ما شاء الله بعد ما تحمرت واخدت لون من الجهتين واستوت. وهيدي اللحمة بعجين، اذا بدكم تعملوا نفس فكرة العجينة مفتوحة بهيدي الطريقة صورت لكم اياها، وانا مصوريتها من قبل عندي بالاكاونت. هيك طريقتها بتكون، والمسكرة صورت لكم طريقتها. كيف بدكم انتم تحضروها بيرجع لكم ولذوقكم.